قال رئيس مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربا إن ميناء عدن للحاويات يعاني من تحديات كثيرة، أبرزها رسوم التأمين المرتفعة التي تفرضها موانئ الحدي الحماية على الموانئ اليمنية. وأشار أمزربا إلى أن غياب الرحلات المباشرة من موانئ التصدير إلى الموانئ اليمنية ومرورها عبر جدة وجيبوتي كبد التجار كلفة مالية كبيرة. نقول لكم أهم التحديات والتأمين المرتفع. نحن نعاني من تأمين مرتفع. الشركات ونوادي الحماية تفرض على الموانئ اليمنية تأمين مرتفع. الحاوية اللي بتجي من الصين بتمر عبر ميناء عدن وبتدخل إلى صنعاء 20 قدم مثلا بتكلف تقريبا من 9 إلى 10 دولار. إذا أجيت من دبي ولا من صلالة بتكلف تقريبا 3 إلى 4 دولار. بتجي من جدة بتكلف تقريبا 6 من 5 إلى 6 دولار. شوف الفرق الضعف.